دوت هنشرح ازاي نجوين ميتنج على زوم. في الحالة دي المفروض بيكون معايا اللينك بتاع زوم اللي انا المفروض هجوين ميتنج عليه. في الحالة دي ممكن يكون اللينك مرفوع مثلا هنا على كلاس روم، اول ما ادوس على اللينك دوت اوتوماتيك بيفتح لي الويب سايت، اوتوماتيك بيقول لي داونلود اند ران او اوبن ان زوم لو انت عامل اوريدي داونلود للاب. اول ما تفتح الابلكيشن اوتوماتيك كده انت بتجوين ميتنج، وباي ديفولت هو بيجوين الميتنج ممكن يعمل جوين بالاوديو بتاعت الكمبيوتر، وزي ما شفنا في فيديو قبل كده المفروض نعمل تيست للمايك والسبيكرز بتاعت الكمبيوتر. اول ما بتعمل جوين الميتنج كده انت موجود على الميتنج دوت وصوتك بدأ يبان. شكرا.